مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا، هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الشمالية. تأثير الكتلة الهوائية الباردة راح يكون على المناطق الشمالية أكثر من بقية المناطق، وهناك رياح شمالية غربية نشطة أحيانا بتكون مثيرة للغبار والأثربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن شمال المملكة ستتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد وأيضا رطوبة أعلى، وبالتالي هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة في المناطق الشمالية قد تصل إلى بعض المناطق الوسطى. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا وهناك زخات رعدية من المطر أحيانا، الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد الأجواء مشمسة معتدلة في النهار لطيفة بالليل في الرياض، العظمى 30 والصغرى 19، يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة لكن الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، العظمى 29 في الرياض والصغرى 17 درجة، الثلاثاء انخفاض واضح على درجات الحرارة بحيث تصبح الأجواء لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا، العظمى 25 يوم الثلاثاء في الرياض والصغرى 16 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية تبوك 22-9، إسكاكا 22-12، وعرعر 22-11، يعني أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا. المناطق الغربية أجواء مشمسة معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، المدينة المنورة 29-16، جدة 30-19، مكة المكرمة 33-19، الطائف 24-12 درجة، لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا. أما المنطقة الجنوبية الغربية، الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، الباحة 19-11، أبها 20-10 مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا، جازان 31-26 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية، الدمام أجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر، العظمى 30 والصغرى 21، حفر الباطن معتدلة نهارا لطيفة ليلا تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 28 والصغرى 15 في حفر الباطن، الإحساء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا، العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى والرياض، في الرياض أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 30 والصغرى 19، بريدة 28-16، وحائل لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا 22-10 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.